اليوم بعون الله تم افتتاح مدرسة الجسر الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة العتابة. وهذه المدرسة تهتم لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية وتأهيل وتعليم بالتواصل مع اختصاصيين. وسنحاول تقديم أفضل الطرق لرعاية هؤلاء الأطفال لرفع معنوياتهم وعدم إحساسهم بالنقص تجاه أقرانهم السليميين. والله ولي التوفيق. كما نخص بالشكر مؤسسة سيريا شريتي على تقديمها هذا الدعم. حدثنا عما اشتغلت في بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عيسى مدير جمعيه امل بلد خيريه لذوي الاحتياجات الخاصه. تم افتتاح مدرسه الجسر الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصه في مدينه الاثاريب. وقد بدات المدرسه بتسجيل الاطفال المعاقين وبلغ عددهم بما يقارب ال 100 طفل معاق في مدينة الأثارب. وقد تضمن هذا الافتتاح من رسم أغاني وعرض مسرحي بالإضافة إلى رقص لأطفال المعاقين. وتم توزيع هدايا لجميع الأطفال.